نجدد التحية والسلام لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه العودة المباركة من العتبة العلوية المطهرة. نسأل الله تعالى بحق حرمة مولانا أمير المؤمنين أن يقضي حوائجنا وحوائجكم. أيام معدودات انقضت، ولكن يبقى السؤال: هل في هذا الشهر استثمرناه بتقوى الله والابتعاد عن معصيته؟ هل هذبنا أنفسنا؟ هل كان هذا الشهر مدرسة لنا حتى تكون باقي الأشهر إن شاء الله مثل ما نقول أشهر تمر علينا مرور ونحن استثمرناها بتقوى الله، وكذلك غسل قلوبنا من أي معصية، من أي حقد، من أي زعل؟ في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله مثل ما قلنا لكم هو مدرسة إن شاء الله تنجلي فيه قلوبنا، ولكن نسأل شهر رمضان المبارك ونقول له: أيها الشهر كيف ترحل؟ هل عتقنا أم بقينا في المعاصي نتكبل؟ أيها الشهر تمهل، خذ فؤادي حيث سرت فحنيني يتنقل. أي فوز؟ أي فوز غير فوزك والأماني حين تقبل؟ أيها الشهر لا ترحل. لك الحمد مهما استطال البلاء، ومهما استبد الألم، لك الحمد أن الرزايا عطاء، وأن المصيبات بعض الكرم. إذا حلت البركة على الشخص جعلت يسير الشيء منه ميمونا، فيبارك الله له في القليل فينتفع به ويعلمه ويعمل به، فكان حقيقة من يجالسه في تلك الفترة وفي ذلك العمل سوف ينتبع أو ينتفع بذلك القليل من العمل ومن القول. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما البركة في شهر رمضان المبارك بالأعمال التي انقضت بتلك المائدة التي كانت مفتوحة للجميع، لم يحدد الله سبحانه وتعالى بها من يدعوه إلى تلك المائدة. الكل كان، سواء كان عاصي أم لديه ذنوب أم لديه معاصي، الكل كان تحت تلك المائدة، فكل منا أخذ بقدر استطاعته بقدر جهده، فإن شاء الله ننتفع بما أخذنا من هذا الشهر الفضيل. أهم شيء في هذه الفترة هو أنه نستوعب ما أخذنا وأن نحتفظ بما أخذنا. حقيقة أسراء في هذه الأيام شهدنا وتحدثنا على أنه عندنا تعب، عندنا أرهاق، ولكن هذا التعب الجسدي، لكن احنا يعني المهم بشهر رمضان المبارك هو الأمور النفسية اللي استوعبناها ونحاول نحافظ عليها ونغير من طريقة تفكيرنا ومن تعاملنا مع الآخرين، لأنه إن شاء الله تبقى هذه الأمور يعني مثل ما نقول طريق نمشي عليه حتى في باقي الأشهر، يعني مو فقط في شهر رمضان المبارك. اليوم احنا صامت جوارحنا، وكذلك مثل ما نقول قلوبنا كانت ولها بالمغفرة والرحمة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله تكون هذه لدينا فرصة نحاول إعادة وتهذيب أنفسنا حتى مثل ما نقول باقي الأشهر. احنا عملنا 30 يوم على تهذيب أنفسنا، باقي الأشهر إن شاء الله تكون فرصة أيضا إن
حتى نمشي بهذا الطريق ونكمل هذا الطريق. أحسنتم. إذا خلينا نتحدث عن هذه الأيام اللي قضيناها إن شاء الله، واللي مثل ما ذكرنا تزودنا بالكثير من الصفات، كيف نستطيع أنه نستوعب هذا الشهر بهذه الأيام الأخيرة؟ سيكون معنا فضيلة الشيخ الباحث الإسلامي الشيخ أحمد الحميداوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قدم الله عملكم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الله يحييكم. الله وياكم، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. شيخنا تحدثنا قبل قليل بأنه إحنا في هذه الأيام الأخيرة نشهد يعني آخر أيام من شهر رمضان المبارك، نحاول أنه الكل يتحدث عن الوداع، فكيف يكون الوداع لائق بهذا الضيف الكريم الذي حل في هذه الفترة، واللي هو بالعكس إحنا كنا ضيوف على هذا يعني على هذه المائدة الرمضانية من الله سبحانه وتعالى، فكيف نستطيع أن نقدر هذا الشهر بهذه الأيام الأخيرة ونودعه الوداع الذي يليق به؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا رب على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا مهما تكلمنا في الوداع من كتابة أشعار وغيرها وكتابة نثرا، لا يمكن أن نصل إلى ذلك الوداع الحقيقي إلا بتتبع كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعل أفضل وأحسن ما يودع به هو دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. دعاء الإمام زين العابدين في وداع الشهر دعاء عظيم، حتى تشعر كأنك تودع حبيبا. أنا أول ما أقرأ في هذا الدعاء أن الإمام صلوات الله وسلامه يسلم على الشهر كأنه يسلم على شخص، يسلم عليه على الشهر 19 مرة. لو تتبعنا السلام على الشهر كأنه يسلم على حبيبي يودعه، السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا أكرم مصحوب، السلام عليك يا قرين جل قدره، السلام عليك من أليت آنس مقبلة، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب، السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان، السلام عليك ما أكثر أتقى الله فيه. 19 مرة صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذا السلام. ما رأيت أن إنسانا يخاطب شهرا زمنا معين بمثل هذا السلام. ذلك يقال أنه بعض العلماء كان إذا أراد أن يعرف عظمة شهر رمضان المبارك يقرأ دعاء الإمام زين العابدين في الوداع في أول أيام شهر رمضان المبارك، فيقرأ الدعاء حتى يعرف منزلة هذا الشهر. ويقول في البداية صلوات الله وسلامه عليه، اللهم يا من لا يرغب في الجزاء، ويقول اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروش شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور. ثم يقوم شنو؟ يقوم يودعه، قال وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين. أفضل أرباح العالمين ربحنا في هذا الشهر، واللي الذي يعبر عن الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في يوم العيد هو يوم الجوائز. نعم. كانت للصائم فرحة يوم إفطار وفرحة يوم يلاقي ربه. أحسنتم. طيب فضيلة الشيخ أحمد، يعني على مدار 30 يوم إحنا اليوم كان توجهنا خالص إلى الله سبحانه وتعالى، وكان دعواتنا بأن يغفر لنا الذنوب ويعتق رقابنا من النار. طيب اليوم كيف تطمئن الأنفس بأنها غفرت ذنوبها وأنها في نطاق رحمة الله سبحانه وتعالى؟ يمكن طبعا تأكد بتحقيق الشروط اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدة شروط ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. وقال أنه هذه الشروط شديدة، إذا حققنا هذه الشروط نكون تأكدنا من المغفرة. نعم. مثلا في الرواية يا جابر هذا شهر رمضان، من صام نهاره، نعم، وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. إذا الإنسان إذا طبق هذا الشهر طبق هذه الأمور أكيد سيخرج من ذنوبه بخروج هذا. طبعا يضاف إلى أنه يسأل أبا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، كيف نعلم أننا نحن من أهل الجنة؟ قال أعرضوا أنفسكم على القرآن، القرآن يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإذا كان
إذا كان من الأبرار، إذا كان من الفجار والعياذ بالله. نعم، ونفس ممكن أنه حقيقة شيخ أحمد ممكن النفس هي أساسا راح تستشعر هذا الموضوع ببعد شهر رمضان المبارك. إذا شفنا نفسنا أنه سلوكياتنا تغيرت واحتفظنا ب يعني استشعرنا قيمة الصلاة، الأعمال، بعض المحرمات اللي كنا أنه نعتقد إحنا ما نقدر نسيطر عليها، شفنا خلال هذا الشهر الفضيل أنه قدرنا أنه نبتعد عن المحللات فما بالك بالمحرمات. طيب ممكن بخلال هذا الشهر 30 يوم أصاب البعض، ممكن بعض الفتور، ممكن بعض يعني عدم الاجتهاد بالعبادات، اذا كانت يعني باخر الايام يقال بانه الاجر مضاعف، نتساءل عن يعني صحه هذه المعلومه انه الاجر مضاعف، وشلون اقدر اذا فاتتني اعمال انه شلون اقدر استوعب هذه الايام القليله المتبقيه من الشهر الفضيل. لعل بعضهم يذكر انه انتظر الليله الاخيره واليوم الاخير في وداع الشهر. طبعا رضا الله سبحانه وتعالى قد يتحقق بأي عمل بسيط، لا يدرك رضا الله سبحانه وتعالى، ليس بالعمل الكبير والعمل المشاهد والعمل، لا، قد يكون ندرك الليلة الأخيرة واليوم الأخير قبل الغروب وقبل الفجر من اليوم الأخير نقرأ الدعاء. طبعا بعض الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله الأنصاري كذلك، كما ذكر في استقبال الشهر ذكر ماذا في وداع الشهر وفي ختام الشهر. نعم. يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان، ونحن إن شاء الله آخر جمعة تكون في شهر رمضان هذا. نعم. فلما بصر بي قال لي يا جابر هذه آخر جمعة من شهر رمضان فودعه، وقل اللهم لا تجعله آخر العهد مني من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. فإنه هذا النتيجة اللي سألتين أختي الكريم، فإنه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين، إما ببلوغ شهر رمضان قابل السنة القادمة، وإما بغفران الله ورحمته، هكذا من خلال كلمات الرسول لعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن ينقضي هذا الشهر الفضيل وكل ذنوبنا مغفورة بحق محمد وآل محمد. فضيلة الشيخ أحمد الحميداوي الباحث الإسلامي من العتبة الحسينية المقدسة، كل الشكر والتقدير والاحترام لجنابكم الكريم، وإن شاء الله نسأل الله تعالى بحرمة هذا الشهر أن تنقضي كل حوائجكم. شكرا جزيلا. إذن هذه فرصة لنا، وخلي احنا نستثمر هذه الفرصة ونتعب شوية، وشهر رمضان شارف على الوداع، نسأل الله تعالى أن نكون به من المرحومين وليس من المحرومين بحق محمد وآل محمد.